سميت كلهم تكونفيرماو ديك العشرة دي. دخلتني 11 وكونفيرميت 10 و 11 ملي دخلت النيميرو التليفون ديالو فسميتو قال لي هذا النيميرو راه في بلاك ليست يعني غالبا عنده شي مشكل مع الليفريزون محيدته وتكونفيرمات لي 10 كليفراو لي دابا لي في كازا دغيا لي فريتهم اليوم في العشيه ودوك التمنيه اللي باقيين راه دابا حتى الغدا ان شاء الله ونشوفوا شي تكونفيرمات ولا بعد كدوز في ميساج. هذه نصيحه كنت خديتها من عندك ان يعني باش انك تبيع بالميساج موفيز افير. لا موفيز افير شوف اختي شي الميساج الميساج غير جميع الخاوي وصافي. السلام عليكم جميله اختي صافا مزيان. السلام عليكم انا اختي جميله بخير الحمد لله بارك الله فيك الاخبار كيفاش لاباس عليك؟ والله الا بخير اختي. بغيت نتصل بك باش ندوي معاك على ديك الكاب وبغيت نخرج دونك بغيت نحيدك عليا عاد نخرج. المهم بالنسبه اختي بارك الله فيك غير اسمح لي نمشي نجيب ولادي المدرسه. لا لا اختي مزيان قلت لي اختي جميله طلقتي ب 10 دولار ودخلتك 11 كوموند ياك؟ طلقت ب 10 دولار ودخلتني اي هذاك الشيء اللي كاين اللي شفتي في الداتا هو اللي كاين. اوكي البرو السبت في العشيه ما تلقاش ما تلقاش 8:30 تسعود. اوكي ما تسعود مزيان. قولي لي بالنسبه اختي جميله البرودوي بشحال شاريه بالجمله؟ 60 درهم. اوكي و لي كوموند اللي دخلوك اش من مدن كاينين؟ هما البلوبار جاوني جوج هنايا في كازا والبلوبار كاين طنجه ورزازات يعني من المغرب تقريبا من المغرب كامل. اوكي مزيان. وبالنسبه للشركه ديال التوصيل شحال شي ليفري واللي شفتي؟ تيليفري نورمالمون 45 درهم. صامارش مزيان واخا 45 درهم راه بزاف 45 درهم. بالنسبه لاوزون اكسبريس والاخرين بالنسبه لاخر ما شفت حتى شي شركه صراحه اوزون هي اللي حدايا معايا صافي مزيان صافي هي اللي حدايا قريبه ليا باش دغيا ندير صافي صافي ماشي مشكل صافي ماشي مشكل بقاي معايا. دونك عندك 60 درهم ماشي اختي جميله عندك 60 درهم ديال البرودوي ياك وعندك نعم. عندك 60 درهم ديال البرودوي عندك 45 درهم ديال لا ليفريزون هي 105 اوكي دونك انا بغيت ندير معاك الكالكيل باش تعرفي راسك فوقاش البرودوي راه مخرجك وفوقاش البرودوي راه غيدخلك في الريسك باش انك ما تبقايش فهمتيني خايفه منه ولا شي حاجه اللي يخسرك داكوغ. دونك هانتي عندك 190 هذا هو المشكل الهاجس اللي عندي وهاديك الشيء علاش انا صونيت لك ربحني ولا مخسرني راه داكشي علاش صونيت لك باش نقول لك هادشي باش تبقاي خدامه به المره الجايه. دونك عندك هانتي 190 درهم ديال الثمن بشحال تبيعي غنحيدو منها 105 اوكي كتبقى لك 85 درهم واضح؟ مزيان هذيك 85 هذيك 85 درهم انت شحال دخلاتك شحال تسبام دا في الادس من ملي طلقتيها حتى لدابا؟ كيفاش تسبام دا حيت زعما شحال تستهلك؟ ماشي مشكل شحال تستهلك في الادس؟ تسالك 19 انا درت 10 دولار في النهار مشات ليا 19 ملي شفت انا البرودوي ما عنديش جلست ديزاكتيفيت الكومباني. هانتي مزيانه دونك انتي صرفتي 200 درهم في الادز واضح؟ 200 درهم يعني 19 في 50 اش من 50؟ 19 50 هكا سامع دونك 200 درهم مزيان تصحابك قلتي شي 50 اخر مزيان هانتي شوف لا 19 50 صامرش مزيان هانتي عندك اختي جميله عندك 60 درهم زائد 45 درهم هي 105 دراهم ياك وغادي غادي عقلي على 200 درهم في الجنب هادشي اللي غنقول لك عقلي عليه في الجنب حيت هو اللي هو كلشي عندك 105 ديال عندك 105 ديال لي شارج وعندك 200 درهم ديال الارت اوكي هذيك 200 درهم فيكس عقلي عليها دابا خرجتي انت دوك 10 ديال هذوك 10 ديال لي كوموند فحالاش ما انهم تليفراو اوكي فحالاش ما انهم تليفراو. وانا نقول لك واحد الحاجه الاخ بدر انا مادام انني في كازا وعارفه البرودوي فين كاين انا كيدخلوني دوك لو كوموندات راه ما بغيتش نصور لك قبيله باش ما نتحفظش نقول انا خرج لي كوموند كلهم تكونفيرما مزيان انت مزيان بزاف كلهم كونفيرميتهم اليوم وسميت كلهم تكونفيرماو ديك ال 10 دخلتني 10 11 وكونفيرميت 10 وال 11 ملي دخلت النيميرو التليفون ديالو سميتو قال لي هذا النيميرو راه في بلاك ليست يعني غالبا عنده شي مشكل مع الليفريزون محيدته وتكونفيرمات لي 10 كليفراو لي دابا لي في كازا دغيا لي فريتهم اليوم في العشيه
ودوك 8 اللي باقيين راه دابا حتى الغدا ان شاء الله ونشوفوا شي تكونفيرمون مع الكليون. المهم هادشي اللي درتي راه مزيان بزاف، ولكن دابا انتي سمعيني مزيان، دابا في حاله مثلا ديك 10 لي كوموند اللي خرجتي انا حسبت معاهم حتى جوج ديال كازا، جوج وثمانية الاخرين 10، في حاله اختي ما تليفراو غير 5، حنا غادي نتشائموا كاع اوكي، تليفراو مثلا غير 5 دونك ديك 100 ديك 5 غنضربوها في 190 درهم اوكي، هي 950 مزيان، 950 ياك، هاد 950 غنمشيو غنحيدو منها 200 درهم ديال الاتس اوكي، اها مزيان، كتبقى لينا 750 درهم ياك، هاد 750 درهم غادي نمشيو غادي نحيدو منها 5 في 105 دراهم اوكي، 105 دراهم دونك شحال غتربحي في كل 5 ديال لي كوموند يلاه عندك 225 درهم، دونك هادشي اختي هادشي اختي جميله اللي حسبت لك دابا هو في الكا ديال انه تليفرات غير 50%، هذاك الشيء يعني انت دابا ما خاسراش، انت رابحه مخلصه لي شارج ديالك كاملين ورابحه 225 درهم، مخلصه الاتس ومخلصه السلعه ديالك وبقات لك 225 درهم، في حاله تليفراو لك مثلا 6 غادي تربحي فهمتيني 225 درهم زائد 80 دونك غادي تربحي تقريبا 300 درهم، دونك دابا نمشي اللي غتبقاي ديري هو انك في النيفو ديال الاتس راك ما خاسرش، راك غادي مزيان ياك، غتبقاي ديري جهدك كثر في الكونفيرماسيون وفي السويفي باش تحاولي ما امكن عدد. هادشي اللي درت انا اللي كان كونفيرمي مع الناس، كاين اللي ما كيجاوبنيش، كاين اللي كيقول لي عاود عيط ليا، يعني لو ماكسيموم باش 4:30 كونفيرميت مع كل شيء، مزيان يعني كونفيرميت واش كونفيرمي هاد لا كوموند، كيقول لي كونفيرمي هاد لا كوموند كونفيرمي، وغالبا يعني الحاجه اللي كنشوف ان ملي كيدوز لا كوموند في هذا باغ الاشا باغ سيت ويب يعني ما كتريسكيش بزاف بحال انك كدوز في ميساج، هذه النصيحه كنت خديتها من عندك ان يعني باش انك تبيع بالميساج موفيز افير، لا موفيز افير، شوف اختي شي الميساج غير جمع الخاوي وصافي، واش يقدر هو يشوف خليتي ميساج ويمشي يخدم، ماشي بحال في السيت فاش كيخلي لك لي ديتاي ديالو كتصلي بيه وكتكونفيرمي معاه داكوغ، هذاك الشيء دونك كيكونوا بلو باغ الناس يعني مسؤول يعني فوالا تيكون كونفيرمي فوالا، دونك انت دابا اللي تركزي عليهم هو الكونفيرماسيون مزيان انت دوزتيها والسويفي، لانه قدر من بعد يقول لك ليفرو راه ما جاوبنيش هاد الكليان ولا شي حاجه، ديك الساعه ضروري تحاولي ما امكن تتصلي بالكليان تبقى تقولي لي واش جابوك لا كوموند. هادشي كندير ملي كان دابا ملي صيفطت لي كوموند شفت دخلت لهذا البلاتفورم ديال الشركه ديال التوصيل وكنشوف اوكي مزيان، وانه قال لك نبدلها يعني ياجلها نهار اخر تصلي بالكليان، وقفي على شغلك اختي جميله، المهم هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين، شكرا بارك الله فيك الاخ، الله يسلمك، لا مرحبا اختي ضروري، لا هاد القضيه ديما لا هاد القضيه ضروري كندير مع اي واحد خصوصا فاش كيجيب لي كوموند باش ما نبقاش نعاود نتكلم فيه معاه وصافي، بصح شكرا بارك الله فيك الاخ بدر، الله يجعلك في ميزان حسناتك، وباقي ما كملتش الكورس راه باقي يلاه كنقول لي شفتها نطبقها. ما عليكش اختي جميله، يلاه تبارك الله عليك، شكرا بارك الله فيك، في امان الله، مرحبا. تجيب لي كوموند والله ما صعيبه اقسم بالله، زعما فهمتي ساهله الصاط، فهمتي البيسي ستور طلق الاتس، اللي صعيب بزاف هما لي شارج ديالك خاصك تضبطهم مزيان، وحاول ما امكن اخويا الغزال السويفي اوكي، السويفي مع الكليان بحال ما شرا ما تليفراتش لي ولا شي حاجه، اوقف على شغلك اخويا بلي زابيل، شي لا موقفتيش على شغلك غتجيبها في راسك، انا نقول لك علاش، لان السلعه غتبقى كامله مشتته لك في ليفين، وانت يا اخي في راس مالك هذيك السطور وفيسبوك ادس وكتبكي في الجروبات، ان شاء الله وليا في راسكم.